أخرى لما بدأت به، أقول أن مباراة صعبة يصعب فيها التوقع كما هي مباراة الترجي ونادي صفاقسي كذلك. ما دمت ذكرت المواجهة الثانية في هذه المجموعة، سنمر الحديث عن الكلاسيكو إن صح التعبير، وهو ديربي تونسي في هذه المجموعة. ديربي تونس نعلم جيدا الترجي والإفريقي، لكن الصفاقسي والترجي سيكون هو ديربي تونس هذا الأسبوع في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. قبل أن ننطلق في الحديث عن هذين الفريقين المتبينين من ناحية النتائج بعد جولتين، الصفاقسي متصدرا والترجي متذيلا، نافع بن عاشور عد لنا هذا التقرير عن استعدادات الفريقين للموقعة الحاسمة ربما بالنسبة لبطل إفريقيا السابق الترجي. كلاسيكو الكرة التونسية سيلبس حلة إفريقية مساء الأحد القادم في ملعب راديس، في مواجهة تضع وجها لوجه متصدر ترتيب المجموعة الثانية النادي الصفاقسي ومضيفه متذيل الترتيب الترجي. مواجهة سيسعى من خلالها أبناء عاصمة الجنوب التونسي على مواصلة عروضهم القوية إفريقيا بعد البداية المثالية لرجال المدرب حماد الدو في دور ثمانية الكبار إفريقيا، بالرغم من قيمة الغيابات في الفريق الذي سيحرم من خدمة نجمه فخر الدين بن يوسف إلى جانب قلب دفاعه بسام البلعابي. زوز غيابات مش يكونوا مهمين برشا، اللاعبين هذو مش يخليهم مكان نتاعهم، لكن نادي صفاقسي وفريق كبير كما نادي صفاقسي ما يلزموش يقف على الغيابات هذه، بالعكس واحنا من واجبنا كاطار فني زلنا نلقاو الحلول، ان شاء الله نلقاو الحلول المقابله هذه، وان شاء الله نغطيوا الغياب تاع زوز لاعبين اللي عندهم اهميه كبيره بالطبيعه. ان شاء الله بالنسبه لنا نحن نعرفوا المنافس اللي عنده لاعبين نتاعو خبره في التظاهرات الافريقيه في المواسم الاخرى، بقدره ربي مش نقراو له الف حساب، وان شاء الله نكونوا حاضرين باش نروحوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. من الجهة المقابلة يدخل عميد الأندية التونسية المواجهة المصيرية وهو في وضع لا يحسد عليه وفي وضعية لم يعشها من قبل، بعدما فرضت عليه هزيمتي الجولتين الأولى والثانية أن يكون في آخر ترتيب المجموعة برصيد خالي الوفاض من النقاط، لتكون مواجهة الأحد بالنسبة لرجال المدرب القديم الجديد الفرنسي سيباستيان دو سابر فرصة الأمل الأخير لكي يستعيد الترجي جزءا من بريقه ويبقي على آماله قائمة للتأهل للمربع الذهبي بالرغم من صعوبة المهمة. حاولنا الاشتغال على الجانب الذهني للمجموعة كما اختبرنا الجانب البدني طوال فترة المعسكر وذكرنا بالقيم الثابتة في أسلوب لعبنا، والآن نحن نجهز كل التفاصيل استعدادا لهذه المباراة الهامة جدا بالنسبة لنا. إن شاء الله البداية تبدأ من الماتش الجاي، وقدرة ربي عندنا ثقة في رواحنا كما يلزم، وعدنا الإمكانيات باش نرجعوا من بعيد وما فما كان الخير إن شاء الله. في مواجهة هي الأولى إفريقيا بين بطل تونس الترجي ووصيفه النادي الصفاقسي، شيخ الأندية التونسية مطالب بالانتصار ولا شيء غيره إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه قائمة في الترشح للمربع الذهبي من أمجد كؤوس القارة السمراء. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، تونس. الترجي يستضيف الصفاقسي إذن في هذه الجولة الثالثة التي يطلق عليها بتسمية الأمل الأخير للترجي إن كان يريد أن يواصل الرحلة في هذه المسابقة. كابتن قيس يعلم جيدا ويعرف جيدا هذين الفريقين، لاعب تونسي ودرب في تونس. أنت كابتن عبد العزيز، كيف تبعت ربما البداية الصعبة للترجي الذي كان الكل يرشح ليكون خليفة الأهلي في ظل سيطرة الثنائي الأهلي والترجي على الثلاث وأربع مواسم الأخيرة على مستوى إحراز لقب دوري أبطال إفريقيا؟ حقيقة كل الفنيين يعني مندهشين للترجي التونسي، فريق ممتاز جدا، فيه لاعبين على مستوى عالي، خسر مباراتين، عنده مباراة القادمة هي الفاصل بالنسبة له، لازم يفوز على الصفاقس. طبعا الصفاقس هو المتصدر وده متزيل، فحتكون مباراة صعبة جدا، وأتوقع أنه الترجي يرجع. ردة فعل إدارة الترجي كابتن قيس كانت سريعة بعد الخسارة الأولى أمام ستيف، تم توجيه إنذار للمدرب والإطار الفني بقيادة رود كرول ذاك المدرب الهولندي، ثم بعد الخسارة الثانية أمام أهلي بن غازي إقالة رود كرول وتعويضه بسيباستيان دو سابر ابن الدار ابن البيت الذي كان مدربا في فترة ماضية من العام الحالي للترجي العام الماضي 2013، ثم تولى الإدارة الرياضية للفريق كمدير رياضي، يعود الآن لتدريب الفريق. هل تعتقد أنه مشكلة الترجي كان في هذا الرجل في رود كرول، يعني رحيل رود كرول هو الذي
سيجعل من الترجي يقدم كرة أفضل مما شاهدناه في 180 دقيقة الأولى أم لا؟ إذا كان اليوم يعود الترجي إلى دوسابر فلماذا أقال دوسابر؟ هذا هو السؤال. إش كان الترجي الرياضي هذه تسمى بعملية تخبط. هذه غلطة كبيرة من إدارة الترجي التي عودت نفسها وعودت خسر جماهيرها بالتخطيط وبالتقليل خاصة من هامش الخطأ في العملية التسييرية. الاستقرار كان ميزة الترجي ربما في سنة الماضية. اعتقادي أنا الخطأ الذي وقع فيه الترجي الرياضي هو أنه في عملية استقدام كرول كان يمني النفس أن يصبح للترجي طابع كرة فرجوي كما قدمه النادي الرياضي الصفاقسي لما كان مع كرول، لكن ليس باستقدام مدرب نقدر على أن نستنسخ كرة القدم التي كانت تميز النادي الرياضي الصفاقسي، كرة القدم السهلة الممتعة التي تعتمد خاصة والتي لم تأتي لصفاقس مع رود كرول. نعلم جيدا أنه النادي الرياضي الصفاقسي منذ زمن طويل منذ 30 سنة تقريبا يملك طريقة لعب واضحة ومعروفة طريقة جميلة. الجميع يريد أن يقلد النادي الرياضي الصفاقسي، لذا الاتيان بكرول لم يكن أظن الحل الأمثل، أو ربما كان من الأجل ربما الإبقاء على كرول مع أكثر عملية الضغط على هذا اللاعب. أنا أقول أنك الترجي الرياضي حتى يمكن له أن يستنسخ كرة القدم التي تقدمها نادي الرياضي الصفاقسي يجب أن يحوي لاعبين لهم كفاءة، لاعبين نادي الرياضي الصفاقسي. وسط ميدان نادي الرياضي الصفاقسي يمتاز بميزات فنية وملكات خاصة فنية كبيرة جدا لا يمتلكها وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، لذلك نرى الفارق في نتاج. الترجي يبدو محظوظ في هذه المباراة المرتقبة من صفاقسي. صفاقسي يغيب عليه عنصرين من أبرز العناصر، بن يوسف المعاقب بعد جميل المدافعين وسيلعب مع المنتخب التونسي ضد بلجيكا، وبسام البلعابي إصابة تبعده شهر عن الميادين. فقط أقول بالنسبة لهذه المباراة، لا أقول هي مباراة الأمل الأخير، لكن مباراة مفصلية بالنسبة لتاريخ الترجي في كرة قدم الأفريقية. الفارق بين الفريقين 4 نقاط، ينتصر الترجي يصبح الفارق نقطة واحدة. لذا نقول أنه النادي الصفاقسي وسطيف المرشحين الآن على الورق لم يحسم أي شيء، لأنه من سوء حظهما أن المباراة الثانية كانت مباراة بين سطيف، ولأنه لو انتصر سطيف مثلا أمام فريق آخر وانتصر لكان الفارق الآن ربما 6 نقاط، ويصبح من الصعب على الترجي أن تتبع هذا النسق. لذا نقول أن الترجي يمتلك الخبرة، تعثر مرتين وهو ليس من شيم الفرق الكبرى، على الترجي أن ينهض في هذه المباراة، لكن مرة أخرى سيلعب أمام المتصدر النادي الرياضي الصفاقسي. ولو أن الترجي الرياضي في البطولة الماضية سيطر على البطولة من خلال كذلك سيطرته على النادي الرياضي الصفاقسي في مباراتي الذهاب والإياب. سنعود للحديث أكثر من دون شك عن هذه المواجهة بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي يوم الأحد، تاريخ لقاء هذه المباراة المجموعة الثانية. نغلق الآن ملف دوري أبطال